واو واو، شو حلو تلفزيون لبنان، عن جد كان له مجدها التلفزيون، شو هالشباب الطيبة بتلفزيون لبنان، عن جد أنا بشكركم حضرة المدرع أنتم بتلفزيون لبنان إنه قبلتوا تستقبلوني أنا صافية العمورة حتى أعرض عليكم مشروعي، ثانكيون. ما هي الأفكار أن المشروع التي تريد أن تقدمه صفية داخل تلفزيون لبنان؟ المشروع إن أنا كثير مزعوجة، إنه حرام عن جد هيدا التلفزيون ما يكون عنده برنامج هيك قوي مثل كل البرامج اللي عم تنعرض على غير محطات، عن جد حرام. طيب هل هو برنامجك يعني سياسي بالمضمون أم ليس سياسيا بالمضمون؟ لا يعني لا أكيد برنامج سياسي وحيكون عنوانه كلام سياسي. ايه وانا بوعدكم انه هيدا البرنامج رح يكسر الارض، يعني يا محلى وليد عمود يا محلى جان عطيز بدي كسرهم كلهم، ما رح يكون في حدا يبين قدامي، عن جد بوعدكم. ماذا يميز صوفيا عن باقي هؤلاء المقدمين، وماذا يميز برنامج صوفيا عن باقي المقدمين؟ انا بعتقد اللي رح يميزني انا اول شيء، وثاني شيء افكاري الاوريجينال، يعني خليني اخبركم عن الافكار وانتم قرروا اذا اوكي ولا لا. اوكي مثلا عنوان اول حلقه شو راح يكون؟ اسمعوا منيح وركزوا، مين هيج الشباب اكثر، رئيس السنيورة ام نديم قطاش؟ مش حلو؟ عنوان الحلقه الثانيه راح يكون بدل ما توقف الباروده بوجه وقف شي ثاني. حلو؟ مثلا موضوع الحلقة الثالثة ما حدا عنده هيك مواضيع، كيف بتتخلص من الحاجز؟ الذكري حتى ما تحبل. عرفت كيف؟ ايه اوريجينال. ثالث حلقة رح تكون مثلا رابع حلقة كيف فيك تعمل واحد لاثنين؟ 8 و14 بنفس الوقت، عرفت كيف؟ حلوين؟ جميلين. لكن صوفيا لقد خرجنا عن موضوع السياسة واصبحنا في البورنو، هذا بورنو، هذا ثلث لحظة داخل التلفزيون. ليش مين قال انه هلا نحن اللي عم نعيشه سياسة مش بارنو؟ ها؟ يمكن في وجهة نظر انه قرط المال العام وقرط وقرط هو جزء من البورنو، اوليس اخ معضاد اليس توافقني بهذا الرأي ولا لا؟ انا حبيت اقول لكم انه مش معقول حرام تلفزيون. تلفزيون لبنان ما يكون عنده برنامج سياسي ناجح، حرام والله. عم يربز لحظة، عم يرش احد مني. يلا بس خذوا نفس، يلا بشرفكم تعالوا. وجهة نظري انه حرام كل المحطات عندها برنامج سياسي. في عم بترش، عم بيرش طيس حدا حد مني. في تلفزيون لبنان؟ ايه سانكيون. انا يعني بلاقي انه حرام. انا ما راح علي بعد